السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الكويت الفضائية. صلت غزة صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المهدمة، فتحت مقابر الشهداء أبوابها لباقات الورد الحزينة، ارتدت النساء الثكالى اللون الأسود واتشحت بالدموع على الدم الذي أريق على مرأى من العالم. في غزة ثياب العيد أكفان وألعاب الأطفال قنابل ألقتها الطائرات، لا عيدية ولا هدية ولا قبلة، لأن إسرائيل اغتالت الآباء والأمهات في البيوت وعلى الطرقات ودمرت الأحياء والحارات، أشعلت النار بمراجيح العيد، حرمت الأولاد الصغار من الفرحة وأدخلتهم عنوة في لعبة الموت. ومع ذلك كان صوت أطفال غزة اليوم أقوى من هدير الطائرات ونفاق المبادرات، وكان صوت الشهداء مدويا أكثر من 1000 شهيد صلوا صلاة العيد وكتبوا بالدم مبادرة تبدأ بفك الحصار لا عن غزة فحسب، وإنما عن الضفة والقدس، وإلا فإن النار التي تحرق غزة ستحرق إسرائيل كلها. 20 يوما من الصمود إلى السحور ميزت غزة خيط النصر الأبيض من القتل الأسود، جهرت بمقاومتها بينما صام غيرها عن النصرة ولو بالكلام. هلال الانتصار هل على أهل غزة منذ اليوم الذي حيت صواريخها ظل القمر وهي تعانق القدس مرة وتدمر تل أبيب مرات عدة وتعبر إلى حيفا مع مدفع الإفطار. غزة فرضت اليوم الهدنة حتى ولو لم تقبل بها حكومة الاحتلال، وظلت المقاومة جاهزة على سلاحها ترى من أنفاقها أبعد بكثير من أصحاب المناظير، وهي تدرك تماما أنها تصنع النصر المخضب بالدم، وعيد لا يليق إلا بالشهداء. في غزة لا أجواء مهيئة للعيد، أهالي القطاع استقبلوه على وقع جنازات الشهداء وآلام الجرحى، حرب طغت على الفرح والبهجة، فالشوارع لم تعد تنبض بالحياة كما كانت، ولا ترى سوى ملامح الذهول والتيه في وجوه من شردوا وفقدوا منازلهم وأحبائهم. إذا رمضان هو رمضان الواحد يعني ما استمتعش في العبادة ولا في إشي فيه، يعني في مأساة شو يعيد مضل. الله يفرجها علينا، يعيد للشهداء مش إلنا إحنا. بالنسبة لنا قاعدين يعني لا في صلاة عيد لا في فرحة للأولاد ولبس، والله يساعد أهل الشهداء، أهل اللي دورهم راحوا، ابن داره كلها راحت. هذا ما بعرفش، مش عارف عمين أروح، لأنه الـ كل المناطق في القطاع تقريبا محاصرة، الأجواء في الأجواء والقصف من البر ومن البحر، فصعب أقدر أطلع على أي حد. لا مكان للتفكير في العيد لدى الكبار، الحرب لم تبقي مكانا للفرح، فهنا نساء فقدن فلذات أكبادهن واعتصر قلوبهن الحزن، وأخريات يعيشن الألم والقلق على أبنائهن وسبل حمايتهن من آلة حرب صهيونية مصابة بالسعار والتعطش لدماء الأبرياء. عيد الحزن يا خالد، استقبلته على البرية، أنا مش شايف هالبنات من كلها بعيني، الحزن حاطط في قلبي على محمد، كان هلقيت محمد بقعد يقول لي هاتي أواعي، اقلي لي في سيخ يمه، أنا مش لاقية للحياة طعم بلا محمد، محمد روحي، محمد عيني، إيش محمد؟ راح يلعب على البحر جابوه هيك حامل صاروخ هو، جابوا لي إياه محمد، أنا شفته بعد 20 سنة، أخته الكبيرة عمرها 22 سنة، وأنا بستنى فيه يجي. مشافي قطاع غزة امتلأت بزوار الناجين من الجرحى، ومشاعر حزنهم وآلامهم لم تلتئم بعد، فهناك من فقدوا عائلاتهم في هذه الحرب، ورغم ذلك إلا أنهم يحاولون العيش بالقليل من الأمل. عيد المجازر وعيد الدم وعيد التضحيات وعيد فقدان الأحباب، هاي هذا العيد عنا اللي إحنا في غزة، فقدنا أحبابنا كلهم. العيد هذا عيد حزن، عيد مأساة، كله شهداء، فقدنا كثير من الأحباب، والحمد لله رب العالمين، عيدنا في المستشفى وما فيش وقت إنه إلا في المستشفى، وقتنا كله ما فيش وقت إنه نطلع ونطش وناخد الأحباب ونلف على الناس اللي بنحبهم، الحمد لله رب العالمين. يعني العيد اللي فات كان معانا، العيد هذا ما كانش معانا، كان بين أهله بروح يزور خواته يزوره، يعني هاي نحن هنا قاعدين بنقضي العيد.
خواته بيجوا هنا، كنا بنروح عليه حنين وبيجي لنا عشاء على الشفا. هاي العيد. أطفال غزة يجاهدون للفرح بالعيد، مرحهم ممزوج بعلامات البؤس، هم يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا، يتناسون آلامهم ببراءة طفولتهم ويعودون في العيد لفطرتهم وجل همهم، اقتناسوا كل فرصة يعيشونها بسلام. إسرائيل حرمتنا من العيد، حرمتنا من العيد يعني عيد أسود، وكان مفيش عندنا بيت كمان، دمرونا إياهم. فعشان هيك انا كان نفسي انه البس اواعي، فجن الحرب ما قدرناش نلبس اواعي. نفسنا نكون زي العالم، نكون كاطفال مرسوم علينا البسمه، وكاطفال حنونين، كاطفال بنروح على المراجيح ونتمرجح، ونروح على البيت ونشتري ونتعيط كمان. بس لقيت حرمونا الاسرائيل من كل اشي، خلونا بس نحط الدموع في عينينا وبس، حرمونا من كل حاجة اليهود. هذا كله صياح وحزن، ندعي لربنا اللي يخلص الحرب. حال الأهالي في قطاع غزة يقول: بأي حال عدت يا عيد، في وقت ألبس الأطفال فيه الأكفان البيضاء بدلا من ملابس العيد، وفي وقت هدم فيه السكن والمأوى وانتشرت رائحة الموت، والذنب هو طلب العيش بكرامة على هذه الأرض. غادة خالد لقناة الكوت غزة.